هنا كان يعيش العالم الجليل العلامة سي عبد القادر إبراهيم المسعدي في منطقة الحاجب بمسعد. كان لديه هذه الغرف، الغرفة ثلاث غرف، الغرفة الأولى والغرفة الثانية والغرفة التي كان يقيم فيها. هذه هي الغرفة التي كان يقيم فيها العالم الجليل. هذه هي غرفة سي عبد القادر إبراهيم المسعدي رحمه الله. والتي من الضروري أن تكون معلما تراثيا